مطالبنا نريد صوتنا يوصل رئيس الوزراء وزير الزراعه، حاول استلام محصول الشعير، محصول الشعير رئيس الوزراء وزير الزراعه قال فتحنا السايلوات وحددنا سعر لاستلام محصول الشعير. مدير السايلو هنا عندنا بالمحافظه ومدير الزراعه يقول ما عندنا كتاب رسمي يخولنا باستلام محصول الشعير. طيب احنا صار شهر من حصدنا، محاصيلنا صارت عرضه للتلف من قبل المطر والحيوانات اجلكم الله، ومحصول مشمور بالبتشول. احنا هسه محصولنا لمن نعطيه اذا الدوله ما تستلمه؟ لمن ننطي؟ الخطة الموجودة الزراعية مذكور بها الحنطة والشعير، الكتب الرسمية مذكور بها الخطة الحنطة والشعير، ياخذون بس الحنطة الشعير ما ياخذوه، لمن ننطيه؟ وين نوديه؟ بعد أيام راح يجينا الشعير التركي والشعير الإيراني، بدل ما تستورد من إيران وتركيا وغيرها، اخذ الإنتاج المحلي، راح تفيد الفلاح، تفيد البلد، وبالنتيجة الفلوس اللي عند الفلاح ترجع للدولة. زين الحفر الله شاهد، طلعنا حفارات أهلية على حسابنا وجبنا الماي اللي زرعنا. والغاز، الغاز انتم جوز ما انتم مو فلاح ما تعرفون معانات الفلاح بالنسبه للغاز. تواسيل يحصل له برميل اللي هو 200 لتر اما من فرن او من سائق سياره، المحطات يطردوننا. زين احنا فلاليح نريد نعرف موقفنا من الدوله شنو هو، موقف الدوله تجاهنا شنو. هسه تعبنا وخسرنا وكنتيجه حصدنا طرحنا المحصول بالقاع، اكو ان نتيجه اللجنه الزراعه الرجل يقول احنا ما عندنا كتاب استلام محصول الشعير. زين احنا هسه ناشد الدوله وين نوديه مثلا؟ نشمره وخسائرنا هاي على نفقتنا الخاصه شنو مثلا؟ احنا خلي يقولوا لنا يابا توكل على الله، انتم بعد تركوا موضوع الزراعه، سد الجمعيات الفلاحيه، الغي شيء اسمه فلاح، الغي شيء اسمه عقود زراعيه، وخلنا نتوكل على الله نشتغل كل من اللي حط باب رزقه. اليوم وقفه احتجاجيه لمجموعه من المزارعين في عموم محافظه ذي قال، متمثله باتحاد الجمعيات الفلاحيه في المحافظه، واحنا نأيدهم في مطالبهم. احد اهم المطالب هو تسويق محصول الشعير، لان بذلوا جهود كبيره للوصول الى مرحله الانتاج والتسويق، بالاضافه الى مطلب اخر الا وهو توفير السماد، لانه تم هناك كانت معاناه كبيره في توفير السماد للموسم الزراعي اللي خلص، وان شاء الله احنا نسال المسؤولين بتوفير السماد وامكانيه تسويق محصول الشعير لهذا الموسم.